ضمن هذه الوقفة التضامنية الرمزية أولا للتعبير عن موقف الشعب المغربي قاطبة وموقف متضامن مع الشعب الفلسطيني، موقف يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية بدرجة رئيسية. لذلك نحن نقوم هذه اللحظة بتجسيد موقف الشعب المغربي قاطبة تجاه شقيقة الشعب الفلسطيني. هي وقفة رمزية للتضامن مع زملائنا الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم لحد اليوم أكثر من 50 صحفي وعامل في وسائل الإعلام الفلسطينية أو فلسطينيين عاملين في وسائل الإعلام الدولية. وهذه كما قلت سابقة في تاريخ البشرية، لأول مرة يتم قتل أكثر من 50 صحفي في مدة لا تتجاوز شهر واحد، وهذا يؤشر ويعكس الرغبة الأكيدة والملحة وإصرار العدو على استهداف الصحفيين بقتل الشاهد، ولا يريدون الحقيقة أن تنقل كما هي للرأي العام، ويريد إعلام مخدوم، إعلام مزيف، إعلام منحاز كما هو جزء كبير من الإعلام الغربي اليوم، منحاز للاحتلال، يعتم على الحقيقة، يفتعل الأخبار الكاذبة والزائفة، يفتعل القصص الإخبارية، ولا يجد أي حرج في الاعتذار عليها بعد أيام قليلة أو بعد حتى ساعات قليلة، لأن هذا الاعتذار عن افتعال الأخبار ونشر أخبار كاذبة هو خبط إعلامي، لأنه الهدف من نشر الخبر يكون قد تحقق. نحن هنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نحن هنا للتضامن مع زملائنا في فلسطين المحتلة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.